كشف وزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار عن إحراز تقدم وصفه بالكبير والملحوظ في مسار إنجاز خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. مايتاما في تصريحات أدلى بها للجزائر الدولية على هامش الطبعة العاشرة لندوة السلم والأمن في إفريقيا المنعقدة بمدينة وهران الجزائرية، قلل من تأثيرات الأزمة السياسية في النيجر على إنجاز المنشأة الطاقوية العملاقة. أعتقد أن المشكلة في النيجر ليست بارزة حقا، وأتمنى أن نكف عن تهويل الأزمة في البلاد. أمل حقا أن تحل المشكلة في القريب العاجل. فيما يتعلق بإنجاز خط أنابيب الغاز العابر للصحراء، ليس الأمر بالسهل نظرا للوضع الحالي، لكن تم إحراز تقدم كبير وملحوظ في كل من الجزئين الجزائري والنيجيري.